ده اسمه البدائيين ضعاف او متركبين، تمام؟ هم اكثر تعرضا للاخذ لك اذا كان معزولا كان. وكمان البدائيين دول مشكله كمان ان هم معزولين، يعني مفيش بيادق من الناحيه اليمين او الشمال حواليهم، هم معزولين تماما. رغم ان انك انت في ميزه بسيطه، انك انت ممكن تسيطر على احد الاعمده الفارغه برخ بروك من الروكس اللي عندك، فيبقى انت كده عندك روك مسيطر عليه، يعني مثلا الروك بتاع الجي ده عمود الجي تقدر تاخده بالروك اللي هي في الاتش، او تسيطر على عمود الاي، تمام يعني كده. بس خلي بالك الوضعيه ديت مش حلوه خالص، ما تحاول تتباعد او تتلاشى ان يكون عندك دبل بونز. اوكي، ندخل بعد كده على الاستراتيجيه الثانيه المهمه اللي لازم تفكر فيها وانت بتلعب، اللي هي برضو avoid isolated bones، يعني تلاشى ان يبقى عندك بيادق معزوله. والمثال اهو عندك اللي هو البدأ في A2 والبدأ الثاني اللي في C3 اللي هو باللون الريد، شايفين دول معزولين. يعني ايه معزولين؟ ما فيش بيادق جنبيهم تقدر تحميهم، فدول isolated bones. البيادق المعزوله هي تلك البيادق التي بدون بيادق مجوره على الاعمده الجانبيه لها، لذلك هي لا يمكن حمايتها ببيادق عندما تكون معرضه للاخذ او الهجوم، واجب حمايتها بقطعه. طبعا معاش المعزوله ما تقدرش تحميها ببيادق، ما فيش بيادق جنبيها، فهتضطر تحميها بايه؟ بقطعه. زي مثلا في المثال بتاعنا انت بتحمي البيدق اللي هو في C3 بالروك اللي هي في C1. اوكي، ومشكله تاني كمان، مش بس انك انت محتاج لقطعه تحميها، لكن لا المربع اللي هو قدام البيدق على طول، مثلا في المثال بتاع C3 المربع اللي هو C4 دوت، ده مربع ضعيف جدا، ما تقدرش ايه تاثر عليه او تهدده ببيدق، مفيش بيدق جنب البيدق اللي هو الجريت دوت يهدده، فممكن يحتل هو المربع دوت بنايت او بيشوب او بروك، ما تقدرش تهدده، تمام؟ فعرفت بقى المربع ده بيسموه فجوه او خرم. فين المربع ده؟ اللي هو قصاد او امام على طول البيدق المعزول. مثال هنا اللي هو C4 و الE3، دول مربعات فجوات او بيسموها اخرام. اوكي، ممكن يحتلها الخصم بفرس او ببيشوب او بروك او بكوين، ما تقدرش تهدده وتحركه من المكان ده. الاستراتيجيه اللي هي 23 الثالثه عندنا النهارده، اللي هي افويد باكورد بونز. الباكورد بونز اللي هي البيدق المتاخره، يعني اخر بيدق عندك ده بيبقى ايه اسمه الباكورد بون. خلي بالك الباكورد بون دوت بيبقى ضعيف، لان برضه مفيش بيدق وراه يحميه، فلازم تحميه بايه؟ ببيس او بقطعه زي البيشوب او الروك او النايت. وذا سيم لايك الايزوليتد بون، المربع اللي امامه هو مربع فجوه، ممكن يحتل بايه؟ بقطعه من قطع الخصم، ومش ممكن تهدده لان مفيش بون جنبه، تمام؟ ناخد بعد كده الاستراتيجيه اللي هي الرابعه بتاعت النهارده، اللي هي avoid creating holes or weak square. احنا قلنا ان الهولز اللي هي الفجوات او الاخرام، تلاشى انك تعمل weak holes or sorry holes or weak squares. يبقى الهول اللي هو الويك سكوير، اوكي، او المربع الذي لا يمكن تهديده ببيدق. مثال هنا انت لما قدمنا البيدق في G4 اصبح ان ال H 4 ده ضعيف، والاضعف منه اللي هو الF 4، ممكن بسهوله يجي بالايه؟ بالحصان بتاعه الاسود اهو هنا، يجي في الF 4 وما تقدرش تهدد الحصان ده خالص غير بقطعه، فاصبح المربع ده ضعيف جدا، ومربع استراتيجي لانه قريب من مربعات النص، تمام كده. احنا عارفين مربعات الوسط اللي هي الاي والدي، بالذات الاي 4 والاي دي 4 والاي 5 والدي 5، واللي بعد كده وسط اللي بعد كده اللي اف الاف والسي، فهو ده الاف 4 يعتبر مربع استراتيجي. انت لما قدمت البيدق دلوقتي في الجي 4 اصبح مربع هول ضعيف ويك سكوير، وده تلاشى انك تعمل حاجات زي كده او مربعات هولز. اوكي،
نيجي بعد كده في اللي هي النقطة الخامسة بتاعت النهاردة، اللي هي افويد بون ايسلاند. ايلاند اللي هي ايه؟ اللي هي الجزر، بيسموها جزر البيادق المنعزلة، جزر البيادق المنعزلة. فشايفين طبعا الموقف بتاع الاسد وحش جدا، لانه عنده كام بيدق معزولين وعنده بيدقين متراكبين اهو، شايفينهم المتراكبين اللي هم في الاف، وطبعا البيدق اللي هو في الاتش ده معزول، والبيدق اللي هو في السي معزول، والاي برضو والاي معزول. يبقى ثلاث بيادق معزولين اهو وبيدقين متراكبين، وكل مجموعه يعني مثلا في هنا مثلا جزيره من اللي هي مثلا اللي هو الاي والسي، دول عاملين جزيره. برضو المجموعه الثالثه اللي هي في الاتش والاف، دول جزيره ثانيه. فانت عندك جزيرتين، وانت عشان تعمل الكلام دوت، عشان تظبط الجزيره دي، محتاج لقطعه تحمي الايه المكان دوت عشان تتلاشى الضعف. فتلاشى من فضلك تكوين جزر البيادق المعزول. الاستراتيجيه استراتيجي نمبر 6 توداي اللي هي create new weaknesses in the enemy field. يعني انت لو انت عندك عملت مكان ضعيف او في ضعف وضغط عليه عند الخصم، عند الخصم في ضعف وانت ضغطت عليه، زي المثال دوت ان الحصان انت ضغطت عليه بالبيشو، فلو حرك الحصان الاسود هيبقى الرخ بتاعه تحت ايه الطلب مطلوب من البيشو الابيض اهو، شايفين اللي هو ده. فطبعا ده موقف ضعيف وضغط، انت ضغط على الحصان كده تمام. انت ممكن بقى ايه تضغط على مكان تاني، حاول تخلق ضعف جديد، لا تكتفي بهذا الضعف ولكن اضغط على ضعف اخر في عند الخصم تمام كده، عشان تكون خطوة للهجوم على جانب الملك. يعني شوف ضعف اخر قريب من الملك واضغط عليه تمام كده، على اساس مثلا انك تضعف على بيدق، تضغط على بيدق متاخر. يبقى لو انت عندك مكان ضعيف في الخصم وضغط عليه، فكر في ايه، في ضعف اخر اخلقه عند القسم وابتدي ايه اضغط عليه تمام. وفي الحقيقه احنا الاستراتيجيه اللي كنا بنشرحها النهارده اللي هي 26 كمان، اللي هو ايه 26، احنا كنا بنشرح واحده جديده كده اللي قلناها، بس احنا بتاعتنا المقصوده اللي هي ايه، اللي هي 26 اللي هي الستة، ان البيدقين المعلقان هما بيدقان متجاوران. البيدقين المعلقان هما ايه؟ بيدقين متجاوران. يبقى ايه البيدقين المعلقان؟ اللي هما بيدقين متجاوران تمام كده. يبقى احنا كده بنتكلم على البيدقين المعلقان بيدقين متجاوران، اللي هما ايه بيسموهم think carefully before advancing hanging bones، اللي هو عندك باللون الاخضر اللي هو في السي 5 والدي 5، دول متجاوران، بدقين متجاوران تمام كده. لو الاثنين جنب بعض في نفس الصف، دول ليهم ميزه انهم مسيطرين على مربعات كتيره مع بعض مش كده، لكن عيبهم بقى بيظهر لما انت تيجي تقدم بيدق من الاثنين، اصبح البيدق الاخر متاخر، باك بون باك بون، واصبح المربع اللي قدامه فجون. اكزامبل مثلا هنا، لو انا قدمت البيدق اللي هو في الدي 5 تمام كده، اصبح المكان اللي هو قدام السي 5 ده اللي هو السي 4 ضعيف، ممكن تحتله باي قطعه ومش ممكن تهدد المكان دوت تاني. ليه بقى؟ لان ايه البيدق اللي احنا قدمناه ساب البيدق التاني وحيد ومتاخر. نيجي بعد كده النقطة السابعة بتاعت النهاردة او الاستراتيجي نمبر 7 اللي هي put pressure on the opponent's backward bone. يبقى في الباكورد بون put pressure، فهنا مثلا في الاكزامبل بتاعنا دوت الباكورد هنا اللي هو المربع البون اللي هو في المربع الاصفر عند الاسود تمام كده. put pressure واضح كده ان احنا ضغطين عليه باتنين روك وبالكوين تمام كده، و هيضطر هنا الخصم ان هو يدافع عليه باكتر من قطعه، لان ضغط عليه باكتر من قطعه، وهو اساسا بون ضعيف وملوش بون يحميه مش كده. وبعد كده بفكر بقى تنقل الهجمه بتاعتك او الضغط بتاعك على نقطه اخرى في الشطرنج، زي انك انت مثلا تضغط على البون الثاني الضعيف اللي هو الاي 7 اللي هو دوت
تمام كده، اللي هو الاي 7 دوت، هيضطر بعد كده ينقل قطعه عشان يحميه، مش كده؟ ترجع تاني انت تطلب البيدق دوت بنفس ايه القطعه اللي هي ايه او بقطع اخرى، فهتلاقي ايه في بيدق من الاثنين هيسقط، لازم هيسقط. طب ماشي، فانت لو ضغطت مثلا بالروك بعد كده على البيدق اللي هو في الاي 7 هيضطر يجيب الروك تحتيها مش كده عشان يحمي برضه هو، وبعد كده تتحرك الروك الثانيه وتيجي في الوتر او العمود الفاضل اللي هو البي دوت، وتبتدي تضغط تاني على ايه البيدق دوت، او تحرك الكوين او تحرك الحصان، فهتلاقي عندك في لعب كتير وهيسقط اكيد بيدق من الاثنين. نيجي بعد كده في الاستراتيجي الثامنه اللي هي بعد كده، اللي هي فورس يور اوبوننت تو ادفانس هانجينج بونز. طبعا احنا قلنا لو الهانجينج بونز هما الاثنين في نفس القضيه هما كويسين وممتازين، وهما طبعا اتس كريتيكال تو بوت تو سيت تو بونز ان هانجينج سيتويشن، لكن هو الميزه ان هما بيسيطروا على اربع مربعات قدامهم اهو مثلا، فانت عندك في الدي والسي في اثنين هانجينج بونز عند الاسود، فهما مسيطرين على ابتداء من السي 4 لغايه الاي 4، من السي 4 للاي 4 سوري من البي 4 للسي 4 تمام كده. انت بقى كابيض اضغط على اي واحد منتين فيلح فالتاني يروح مقدمه، محمي بايه؟ بدلاله البدا اللي وراه مش كده. فهو لو قدم كده في اتجاه السهم الاصفر دوت مش كده في الدي 4، هتروح انت ايه تضغط على ايه على مين صاحبنا اللي في الدي ايه في السي ايه في السي 5، فيروح ايه ساقط واقع تمام كده. تضغط طبعا بالرخين، وبعد كده ممكن تقدم البيدق دوت، فهو طبعا كده يبقى الضغط عليه بثلاث قطع بيدق ورخين، وهو الحمايه عنده ايه برخ واحده. لو طبعا لو كان البيدق هتروح انت واخد بالرخ وواخد بالرخ الثانيه، هو ياخد رخه في رخ وتاخد انت ايه رخين في رخ مش كده تمام. طبعا لو جه هو حمى بالحصان ورا هنا كده، هتطلب انت الحصان بتاعه بالايه بالبيشوب اللي هو الابيض اوكي تمام. نيجي بعد كده في الاستراتيجي 29، ان هو whenever possible create bust boon. البست بون اللي هو البيدق السالك، اللي هو البيدق العابر، اللي هو بيدق ليس امامه اي بهادئ مجاوره في الخصم، يعني مثلا البيدق اللي هو في البيده بيدق سالك، لان ما فيش بيدق اسود عند الخصم مثلا في عمود الاي تمام كده، او في عمود السي، او حتى في عمود البي، الثلاث اعمده فاضيين من البيادق، فده بيدق سالك بالذات كمان لو انت تقدر تحميه بقطعه، وهنا تقدر تحميه بايه بالكوين، فالبيدق ده ممكن ترقي ويوصل للمربع الثامن ويترقى بسهوله جدا يبقى كوين او وزير. الاستراتيجيه الاخيره النهارده ان هو always block kid your opponent's buzzword. طبعا لو هو الخصم بقى عنده بيدق سالك، انت من واجبك بقى وضروري تفكر كريتيكال جامد جدا انك انت توقف تقدم البيدق ده، خاصه لو كان البيدق دوت محمي قطع كتير من قطع الخصم، زي ما شايفين كده البيدق دوت اللي هو الابيض ده سالك، ومفيش اي بيدق عند الاسود تقدر توقفه بالذات في عمود السي او الدي او الاي، ومحمي كمان بحصان روك وفي وزير سوري وكمان يقدم وزير ويحمي كمان بقطع تاني، فلازم ده توقفه بقطعه. احسن حاجه توقف البيدق ده بقطعه زي مثلا بيشو اللي هو الفيل او الناين. اتمنى تكونوا استمتعتوا النهارده واستفدتوا من الشرح بتاع 10 استراتيجيات بتاعت النهارده.